يا هلا فيكم من جديد، نتابع فقرات يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة وسفيرها الدكتور أحمد العرفج. دكتور، وصلنا إلى مزايين الإبل، مزايين الكتب المقروءة والمسموعة. نعم، شوف هذا الكتاب طبعا أول شيء نشكر صديقنا أبو صلاح الأستاذ فالح الرويلي، لأنه استعرض الكتاب في 3 أجزاء من المعرفة قوة في برنامج وفي إذاعة البحرين، وحطينا الرابط اللي يبغى شو. أتمنى والله إذا تحبون العرفج يا جماعة اسمعوا تلخيص الكتاب، هذا الكتاب 300 صفحة ولخصه في ثلاثة أجزاء صوتي تسمعه وانت مرتاح تكلم عن الكتاب. إسلام السوق، طبعا إسلام السوق بس عشان نكون هذا ألفه باتريك هايني، هذا باتريك هايني صحفي سويسري وتخصص في علم الاجتماع، ألفه قبل 10 سنين عشان لا أحد يشك ولا يقول كذا، ترجمته الباحثة الجزائرية ممتازة أو مريا سلطاني، أيضا الترجمة كانت ممتازة. ماذا نعني بإسلام السوق؟ هو بدأ المؤلف قال هو ليس حزب ولا هو شكل من أشكال التدين الجديد اللي ياخذ من المسيحية وتطوير الذات والتنمية البشرية الرونق حقها ويلبسها لباس إسلامي. مثلا أنت عندك حجاب، الحجاب هذا وسيلة من وسائل العفة والحشمة، وهنا السوق الموجود عندك الماركتينج حولوا إلى قيمة، بدل ما هو قيمة صار استهلاك، بمعنى أنه بنت تلبس حجاب سعره 3000 ريال، وين قيمة الفقراء؟ وين إسلام السوق؟ إسلام السوق طبعا يخاطب الأسر البرجوازية، لا يعتني بالفقراء. لو جينا لإسلام السوق بالمعنى الحقيقي له، هو اللي تراه تشوفه أنت من اللي رجعوا من الصحوة، اللي رجعوا من الإعلام، اللي رجعوا كلهم جماعهم إسلام السوق. إسلام السوق موازنة تجمع الرأسمالية المسيحية ممزوجة بالإسلام. لو جيت أبين لك مثلا عشان تعرف، أكبر من يمثل الظاهرة ذي اللي حطه هنا مثال عمرو خالد، شوف كلامه حلو. هم طبعا ردة فعل للأخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، هم طبعا ينحون مسألة الخلافة والمسائل الكبيرة والمفاهيم المتعارية، لا هم يجيبون لك أنت تقدر تصير صلاح الدين، ليش تنتظر صلاح الدين؟ أنت إنسان إيجابي، أنت يركزون على الإيجابية. تلقى واحد مطلع كتاب إيش المهارات عند الرسول صلى الله عليه وسلم في القيادة، يلبسها اللباس هذا الموجود في التنمية البشرية اللي أسسوا مثلا ستيفن كوفي، ولا أسسوا دع القلق وابدأ الحياة، يعطونها طاقية يعني إسلاميا صح التعبير أو التدين. نعم، طاقية. لذلك تجد الراب الإسلامي، البنطلون الإسلامي، الديسكو الإسلامي، عارضة الأسياء الإسلامية، إيقاعات إسلامية، السمك الإسلامي. لو جينا في المشهد المحلي نحللها حسب ما هو، ما ذكرهم بس أنا أقول لك مثلا تجد في المشهد المحلي مثلا خذ الدعاة الجدد مثلا سلمان العودة ومحمد العريفي مثلا، هذولا هم تطبيق حي للإسلام السوق. طبعا هو مو شتيمة، بالعكس هو نوع من نوع التعويض للفشل. الجماعات الإسلامية جابوا لك هذا الشكل من أشكال التدين وهو لا يتصادم مع الأصول، هو يخص في الفروع، يعني هو ما يتناول، ما حد يتكلم عن الصلاة. ليش ما ننظر له فقه للواقع ومعايشة للواقع وبالتالي تغيرت بعض القناعات؟ ممكن وبصبغة مسيحية، بس أنا أقول لك لازم نركز على الصبغة الرأسمالية. هو طبعا استهدف أنه هو إسلام سوق، بمعنى أنه هو يخضع لقيم الماركتينج، قيم عرض البيع والشراء. تعال مثلا قلت لك ناخذ الدعاة الجدد، تاخذ مثلا سلمان العودة، تاخذ مثلا محمد العريفي، تجي مثلا للاطباء مثلا طارق الحبيب وليد الفتيحي، تجي للاعبين لما يسجدون هذولا، طبعا هذه ما كانت موجوده اول. هذا هو اسلام السوق، انه الناس كذا تحب الاشكال من تجي مثلا للمذيعين مثلا فهد السنيدي، عبد الله المديفر، تجي مثلا للكتاب عبد الله المغلوث، هذول كلهم يجمعهم وهم قلت لك هو شكل من اشكال التدين لا يتصادم مع الاصول. انما طبعا هم قد ينكرون هالشيء لانهم برمجوا خلاص، انت تبرمجت لانك انت صرت من دعاة اسلام السوق بدون ما تدري. يعني عمرو خالد انا جلست معه لو ناقشته قال لك لا يا ابني ابدا مش كذا، ابدا مش صحيح. بينما انت لو تلاحظ بدايه التنميه البشريه قبل 40-50 سنة في امريكا هي نفسها. ولذلك واحد من الفلاسفه الامريكان شو يقول المسيح هو التجاره الحره، والتجاره الحره هي المسيح. حنا الان خلينا الاسلام شكل من اشكال وسائل السوق، وموجود في السوق مثلا تلاقي الجرس الاسلامي، هي اسلم بدت في اسلمه العلوم بعدين تحولت. طبعا الكلام كثير عن الكتاب وفي يعني ناخذ ونرد عليه ولا هو مسلم فيه، لكن هذا باحث بسويسري قاعد 10 سنين في القاهره يتامل الحياه وطلع بعده اشياء من ضمنها هذه. يقول لك اسلام السوق، وقلت لك ليس عيبا ابدا الناس الحين يحسبون، لا انا اوصف توصيف من جمهورهم المراهقين
والأنثوي. لذلك تستغل مثلا ما تستغرب تلقى داعية مثلا يهدي كتاب للمذيعة مثلا أو أنه يتصور مع مذيعة ما تستغرب. أيضا كيف أشكالهم تلقى مثلا عمر خالد لابس أحلى لبس، كلهم يلبسون أحلى لبس، لغتهم ما هي لغة عربية، لا لغة بسيطة، لغة فيها التودد فيها الطيبة. وقلت لك هذه كلها مفاهيم حلوة، حنا نتكلم عن توصيف. مثلا واحد يقول لك العرفج مثلا عام المعرفة، هذا توصيف ما هو شتم أبدا. خالد مذيع مش شتم أبدا. والدكتور عدنان إبراهيم على سبيل المثال، عدنان إبراهيم مثلا طبعا هو ما يطلع من إسلام السوق، هو من جانب آخر، لكن أنا أقول لك إنه إسلام السوق لما تقرأ الكتاب ذا أنت تطبق المواصفات على الموجودين، قد يختلفون شوي منه من لذلك تلقاهم الحين مثلا في تركيا بكثرة. هذا وشه؟ هذا إسلام السوق اللي جالسين في جنة الدنيا الآن هي تركيا، ما هي موجود من أول. هم طلعوا من السلفية وطلعوا من الصحوة والجماعات الإسلامية إلى أنهم بدوا ما يراهنون على الدولة، يراهنون على الجمهور، ولذلك حققوا النجاحات هذه. وانا اعطيتك نماذج كثيره من كل الاشياء. يعني هذا ارى انه كتاب شوقتنا نقراه، والله لازم تقرا اذا كان موجود في السعوديه. انا ارشح، واللي ما معرض الكتاب قادم سواء في جده بضم الجيم او بالرياض، وترى كتاب سالم هو ركز على التجربه المسلمه. نسيت اقول لك من اهم روادها طارق السويدان. طارق السويدان مثلا من رجال الاعمال اللي دخلوا في الموضوع. طارق هو الاب الروحي لهالبرنامج، هو عمر خالد اللي بدأوا، طبعا الباقيين مقلدين، لكن هم جاهم شافوا نجحت تجربه عمر خالد ونجحت تجربه السويدان طارق السويدان، مشوا كذا. هذا هو اسلام السوق، واللي يقول لك غير كذا مو صحيح. يعني يمكن لو جاك واحد يقول انا فهمت اللي قلته، انه احيانا قد يسوق الانسان نفسه من خلال بالضبط يعني الظهور بالشكل المؤسلم ان صح التعبير. نعم، ويجيبون يجيبون عناوين اسلاميه مثلا الايجابيه، كتاب السر طوالي اسلمناه، طوالي اسلم مثلا دع القلق وابدا الحياه، طوالي الغزالي قال جدد حياتك، نفس الفصول حقت الكتاب اخذها هو. طبعا بلا شك ان الاسلام موجود في كل شيء الحمد لله، قيم التفاؤل والتسامح هو ياخذها ويحطها من المسيحيه، ياخذها ومن الغرب ويلبسها طاقيه اسلاميه. طيب